يا رب القوة Enite afton epites dynasties aftou, enite afton kata to plithos tis megalosinis aftou. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. يا رب القوات كن معنا، فإن سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. يا
εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης. بهالمحاضرات انت بركة لإلنا كبيرة، وإن شاء الله اليوم كل الأحبة اللي بيسمعوك بيستفادوا بالأهداف اللي نحن عم نحطها. سيدنا، أول شغلة نحن بنطلب منك تباركنا بقطعة صلاة صغيرة ولنرجع نحكي عن هالموضوع، حضرتك تفوت وتشرح لنا وتفيدنا بهالموضوع. تفضل سيدنا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان وصقع المالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا أمين. بصلوات سيدنا القديس يا رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا أمين. سيدنا باسيليوس غني عن التعريف، رجل العلم ورجل الفكر اللاهوتي والحياة ورجل العقائد، يصوب البوصلة دايما بالحياة الكنسية الأرثوذكسية. سهرتنا اليوم مباركة جدا بحضور سيدنا باسيليوس معنا، خاصة أنه حركة الشبيبة الأرثوذكسية تعمل محاضرات سنوية ببركة سيدنا بإرشاده بتوجيهه لنقدر نصيب أكبر كم من الناس للإيمان الأرثوذكسي. مع المرض اللي صار ومع الوباء والأزمة الاقتصادية حولنا اليوم للسوشيال ميديا مع سيدنا على الزوم، طولنا عمره عطانا من وقته تيقدر يفيدنا بموضوع اسمه سلامة العقيدة الأرثوذكسية. سيدنا، العقيدة الأرثوذكسية دايما بتصير عند الناس تساؤلات كبيرة كتير، بيعتقدوا الأرثوذكس انهم هن عناد وبيتشبسوا بالعقيدة لشيء غير مهم، خصوصا انه بيعتبروا الكلمات العقائدية اللي صيغت في التاريخ ما بقى تمشي اليوم، والأرثوذكس كتير جامدين بالتزامهم بالعقيدة، ليش ما بيكونوا مرنين؟ لشو بيسألوا الناس سؤالات، لشو العقيدة؟ شو بتفيد؟ هل ممكن إنه الكلمات اللي صيغت فيها العقيدة تتغير في واقعنا اليوم وتلائم العصر؟ وبيسألوا شو ربط العقيدة بالإيمان؟ هل العقيدة هي الإيمان أو في فرق؟ وأهم شيء بيقولوا ليش الوحدة الكنسية مرتبطة بسلامة العقيدة؟ ليش ما بيصير وحدة كنسية بدون ما نحكي بالعقائد؟ والسؤال الأخير اللي بتسألوه الناس إنه نحنا بصومنا المقدس عنا أحد الأرثوذكسية وعنا أحد غريغوروس بالاماس، ليش الكنيسة المقدسة بالصوم المقدس بتحط هاتنين سوا هالحدثين المهمين مرتبط بالعقيدة وتخاطب الناس فيها؟ سيدنا، أنا حاولت قد ما فيني هيك وصل لك الأفكار اللي تدولوا داولوا فيها الأحبة تقدر تفيدنا وتعطينا من علمك ومن عيشك للعقيدة. أهلا وسهلا فيك سيدنا وأنت بركتنا، تفضل. شكرا أبونا، الله يقويك ويعطيك العافية على البرنامج اللي بتوفر كتير تعب وبتعطي مجال التلاقي والتلاقي عن كسب وبفن الوقت. شكرا للأخوة المشاركين بهالندوة المسائية أو القيس المسائي علامة العقيدة. بكل تأكيد هنا في الكنيسة الأرثوذكسية الإيمان وليست غيره، هي الإيمان الذي يقول لنا الرسول بولس في رسالة إلى العبرانيين أن الله كلم الآباء بأنبياء وبطرق مختلفة، وفي هذا الزمان كلمنا بابنه الوحيد، أي الإيمان الذي سلم لنا بيسوع المسيح دفعة واحدة، ولا يمكن يعطى بعد ذلك أي إعلان
ومهم جدا الحفاظ على هذا الإيمان. يقول عنه أي الرسول بولس عبرانيين 11:1، أما الإيمان فهو ثقة بمنتجة ويقين بأمور لا ترى. وأيضا في فاطية 1:18 يقول لو جاءكم ملاك من السماء وعلمك أو بشرك غير ما بشرناكم فيكون نافي. فالإيمان المعلن لنا بالإنجيل المقدس هو الإيمان الكامل، هو العقيدة الكاملة، لأنه يتكلم مباشرة بكل وضوح عن الرب يسوع المسيح. يعني إن لم يعلن في الكتب المقدسة العهد القديم، نعم أعلن، ولكن ليس بذات الظهور الذي أعلن لنا بيسوع المسيح له المجد في العهد الجديد، لأنه كان كما يقول الرسول تلك كانت رموز لجيء رب يسوع المسيح، الإيمان الذي أعلن به. وهذا الإيمان الذي أخذناه هو الإيمان الكامل، وهذا بيتبنى عليه من خلال الفرق بين الوصايا العشر وزع على الجبل أو الطيبات بكل تأكيد في هذا الإيمان الذي دفع إلى الرسل ومن الرسل إلى تلامذتهم وهكذا إلى هذه الساعة. هو أمس واليوم وإلى الأبد، لأننا بالإيمان نعلن عن الله، عن الثالوث الأقدس، عن سر الخلاص، وعن حياتنا وعلاقتنا نحن بعقائد الإيمان وعيشها. لهذا لا يمكننا أن نفرق بين ما يسمى عقيدة وما يسمى إيمان، وخاصة في الكنيسة الأرثوذكسية، لأن الإيمان في الكنيسة الأرثوذكسية هو ليس فقط مسلمات عقائدية ونصوص هو مسلمات عقائدية ونصوص من الكتاب المقدس كما نستقيها في أماكن عديدة، ومن عيش الآباء القديسين لهذه النصوص، أي يعلن عن الإيمان بالتصوف إذا جاز التعبير، أو العلاقة مع الروح القدس الذي قال لنا عنه ربنا يسوع المسيح يأخذ مما له ويعطينا، الذي من الآب يثق وهو يرشدنا إلى جميع الحق. كيف بده يرشدنا إلى جميع الحق؟ هل يرشدنا إلى جميع الحق غير ما أعطانا إياه ربنا يسوع المسيح؟ بكل لا، لأخذ من يسوع المسيح. ولا إنسان لا يستطيع أن إيمان دفعة واحدة، لا يستطيع أن يستوعب الإيمان دفعة واحدة، بل بحسب اتساع شخصيته الروحية يدرك هذه المقولات الإيمانية. عند القديس سيرافيم ساروفسكي بيقول يسأل كثيرون عن ما هي غاية المسيحية، هذا بيقول الأخلاق، وهيدا بيقول العجائب، وهيدا بيقول الحياة الروحية وإلى آخره. أما القديس سيرافيم ساروفسكي اللي جرب العلاقة مع الروح القدس قال هو المسيحية غايتها امتلاك الروح القدس. الآباء القائلون الآخرون ما ذكرته لا يختلفون عن قول
القديس سيرافيم ساروفسكي أبدا لا يختلفون، لأن أن تحصل على الروح القدس هذا يعني أنك ستثمر ثمار الروح القدس. القدس سيثمر ويعطي ثماره التي تعددها مناطق أماكن مضيفة بأفسس أسول لطف الوداع حبي إلى آخره. القديس ساروفسكي استطاع أن يعبر بدقة أكثر من تلك الأجوبة التي أعطيت، وكأن عمل الإيمان هو أن يقودنا في حياتنا الاجتماعية. فمهم جدا أن نحافظ على العقيدة، ليس فقط لأننا نحب النصوص والشعر ونحب الكتب والكتابات والمطالعة وإلى آخره، لا أبدا، نحن منحب ويجب أن نحافظ على العقيدة، لأن دستور حياة كما ذكرت أنه لما بتكون مع الروح القدس ومعك الروح القدس بتكون أنت شخص تثمر ثمار الروح القدس. إذا لم يكن لك الروح القدس كيف ستقول يسوع المسيح رب؟ إذا لم يكن لك الروح القدس من سيأخذ مما للسيد له المجد ويعطيك؟ الكنيسة الأرثوذكسية كثير بهمها المحافظة على العقيدة، أي المحافظة على الحياة المستقيمة واستقامة الحياة، هيدا ما في شك. إذن الإيمان هو ذاته الرب يسوع المسيح، هو ذاته الثالوث الأقداس، هو الإعلان الكامل، هو الإعلان الكامل. الإيمان أهمية العقيدة والثبات في العقيدة بربنا يعني المسيحية كما أعلنت في الإنجيل إنه بتعطيك الاطمئنان كيفما ذهبت وأينما رحلت وحللت وعملت، تشعر أنك في الحضرة الإلهية، تشعر وكأن يد الله ترعاك. ليش؟ لأنه تمسك بالإيمان يقتضي العلاقة مع الله بناء على هذه القواعد والثوابت التي هي الصخرة، مثل ما بيقولنا بالإنجيل وبولس الرسول الصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح. فبالتالي من ينضوي تحت أجنحة محبة القوي شو بيصير؟ بيطمئن على أنه غالب بغلبته. كيف حافظت الكنيسة الأرثوذكسية على الإيمان؟ حافظت بطرق، أولا بالكتاب المقدس اللي كتب رجالات الله القديسون مساقون أو مساقين بالروح القدس، إن كان في العهد القديم وإن كان في العهد الجديد. أول شيء، اثنين، دائما الكلام البشري يحتاج إلى تأويل أو إلى تفسير، عفواً مش تأويل، نحن ما عندنا تأويل، إلى تفسير. وهذا الإيمان الذي يحتاج إلى تفسير قد يفسره البعض بطرق فلسفية، برؤى فلسفية. وهيك بالمجمع، مجمع فرارة فلورنسا، كان الآباء الشرقيون يقولون للآباء الغربيين متى صار أفلاطون وأرسطو
ثالث عشر الرسل القديسين. لا، تفسير الإيمان يعتمد أولاً على الكتاب المقدس، العقيدة على الكتاب المقدس. ولكن في شغل كتير مهمة عندنا فيما بين الكتاب المقدس وما بين التقليد المقدس الذي هو مصدر أيضاً للإيمان، مصدر للإيمان، ما في فرق. التقليد المقدس هو العيش والتسليم، والكتاب المقدس هو الإيمان المدون. فالكنيسة عندما تقول هذا الكتاب صحيح لا يعني أنه إجا كتاب جديد على الكنيسة وقالت الكنيسة هيدا صح ولا ما نصح. الكتب المقدسة كانت موجودة في الكنيسة، الكنيسة عربيتها، يعني تعرف عرب المعزة عن الغنم، عربتها عن الكتب التي جاء بها الهراطقة وآراؤها لا تتفق لا مع تسليم الكنيسة، لا تتفق لا مع تسليم الكنيسة ولا تتفق مع الكتب اللي تسلميتها الكنيسة. وبتعرفوا في ذلك الوقت كان الكتب تسلم تسليم، وخاصة دساتير الإيمان. فالكتاب الذي يتكلم عما تعرفه الكنيسة فهذا صحيح، والكتاب الذي يخالف ما تعرفه الكنيسة وخاصة بيجي ببهورات، الكتب الغنوصية اللي اجت ببهورات رفضيتها الكنيسة. مثلا الكنيسة بتشدد على سر التجسد كرامة للإنسان، كرامة للإنسان بتشدد على سر التجسد، وهذا ما قاله أيضا يوحنا اللاهوتي في رسائله، بولس الرسول في رسائله، يوحنا في الإنجيل، حتى تأكيد الأناجيل على إنسانية الرب يسوع المسيح. في مناطق بكي، عملوا له طهور، جاع، تعب إلى آخره، ليشددوا على إنسانيته. تجينا كتب الهراطقة العرفانيون أو كتب العرفانيين بتقول كان يسوع المسيح لما قام من بين الأموات راسه فوق السماء وإجريه تحت الأرض وساندين وملاكين إلى آخره. هيدا بالنسبة لنا نحن بالمسيحية هيدا نوع من الأساطير التي يحذرنا الرسول بولس أن نسمع مثلها، هي أحاديث العجائز، يعني ما بيعرفوا شيء، مثل هيك واحد عم بيسرد سرد لحتى يعجب ناس. محل تاني انه كانوا يشوفوا الرب يسوع المسيح ماشي على الوحي على الطين، شوفوه عم بيمشي بس ما في علامات لاجريه، شوفوه عم بياكل والصحن ما بينقص الى اخره. هل هالصور المثيرة لدهشة الناس ما كانت عنا بالمسيحية، لهيك ما وافق ما اللي وافق ما تؤمن به الكنيسة وتسلمته، قالت هذا هو الكتاب الصحيح. وما عند الكنيسة من تقليد وتسليم وافق الكتب، قالت إذن هذا هو التقليد الصحيح. وما زلنا إلى هذه الساعة نسير، ما زلنا إلى هذه الساعة نسير على ذات الخطى. التقليد لا يخالف الكتاب، والكتاب لا يخالف التقليد، وهذا يدل على التسليم الصحيح للعقيدة أو الإيمان وعيش هذا الإيمان. ولكن واحد بيجي بيقول لي سيدنا كيف واحد بيعيش الإيمان وبيقولوا لنا الإيمان عصري والإيمان بيتطور، الإيمان لا يتطور، ولكن طريقة عيش الإيمان، الكشف التي تؤدي إليه طريقة عيش الإيمان هو اللي بيخلينا شو بيسموه، هو اللي بيخلينا
نعمل اكتشافات جديدة بالطرق الروحية، بالإبداعات الإنسانية، باحترام الإنسان، بالتفتيش في المجتمعات عما هو لخير البشرية. والإيمان يدلنا أيضا أنه كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من لدنك يا أبا الأنوار. يعني الإيمان مش بس بيعطينا طمأنينة، الإيمان أيضا يحررنا لملاقاة الآخر وعلى قواعد ثابتة. العقيدة الصحيحة المؤسسة على الصخرة اللي هي ربنا يسوع المسيح بتخلينا نلاقي الآخرين ونسمع له. القديس باسيليوس الكبير، ما بعرف إذا أنا ذكرتها المرة الماضية، كان فيه 4 فرق بعد المجمع المسكوني الأول، فيه القائلون من ذات الجوهر أوموووسيوس أوموووسي، وفيه أوميوسي المساوي في الجوهر، وفيه الأومي المشابه في الجوهر، وفيه أنومي الغير المشابه. يعني هدول هن الأريوسيين الأقحاح وشهود يهوه بها الأيام وكل من يقول هذا القول. قديس باسيليوس الكبير لما شاف أنه في خلاف ما بين أوميوسياني والأوموووسياني، بين ذات الجوهر والمساوي في الجوهر، والقديس أثناسيوس الكبير أيضا قال إذن لا خلاف، لا خلاف، فقط بدنا ننتبه أنه الذين يقولون بالمساواة في الجوهر يخافون أن يقعوا في هرطقة سابيليوس، لذلك لا يقولون بذات الجوهر حتى لا يقولوا أنه الله هو عبارة عن ظهورات 1، 2، 3، عبارة عن 3 وجوه لشخص واحد أو مسميات لشخص واحد. إذن الكنيسة وعد أهمية الحفاظ على الإيمان، ليس لأجل كما ذكرنا الكلمات ولا التعابير، لا، مثل ما الكنيسة كان عندها هم تحافظ على سر التجسد معلن في الكتاب المقدس، تعبر عن أهمية الإنسان بالمخطط الإلهي والكرامة الإنسانية في المخطط الإلهي، عملت أيضا خلال العصور للحفاظ أو على الحفاظ على هذا المستوى من الكرامة الإنسانية، وقدمت شهداء ومعترفين وعانت ما عانت، عانت كثيرا الكنيسة، عانت كثير خلال التاريخ لحتى حافظت على هذا الإيمان الخالي من أي شائبة. وإذا فينا إذا بدنا نقول بشكل مضبوط، الكنيسة كمان ورأسها الرب يسوع المسيح هي ذاتها أيضا الإيمان، هي ذاتها الإيمان لا يختلف. فبالمجامع المسكونية التي هي أحد المصادر الهامة لدساتير الإيمان، للاعترافات الإيمانية، لنصوص توضح ماذا تؤمن الكنيسة بهذا الأمر أو بذاك الأمر، بهذه العقيدة وبالخريستولوجية ولا بالعقيدة الثالوث أو بما يخص البشر كعقيدة، كان مجمع المسكون السابع اللي طلبتوا نحكي عنه، عن القديس غريغوريوس بلاماس. الكنيسة مثلا بالمجمع المسكوني الثالث رفضت يكون الاتحاد بيسوع المسيح هو اتحاد مسرة أو تراضي، يعني كل واحد يساكن الآخر وأيمت مبدو بفل. أكيد هيدا تفسير لا تقوله الكنيسة النسطورية بهالأيام أو الآشورية، لا تقوله هالأيام. مجمع المسكون الرابع، أنا بدي أسألكم سؤال،
المجمع المسكون الرابع، شو رأيك إذا بدنا نقبل كما قال أوطيخة إنه الطبيعة الإلهية ابتلعت الطبيعة الإنسانية كما يبتلع البحر كأس ماء؟ إذا ما حافظنا على عقيدة أن يسوع المسيح هو شخص واحد، طبيعة إنسانية كاملة وطبيعة إلهية كاملة اتحدوا بتبادل الخصائص، يعني الطبيعة الإنسانية بتتقدس والطبيعة الإلهية شعرت أو عانت أو تحملت مع الطبيعة البشرية ذلك الألم، ولكن مش ذات الفعل، نتائج الفعل. تبعت كيف؟ مش الفعل ذاته، نتائج الفعل. إن شاء الله هون أنا ما أكون عم بارطي خلا، بعتقد لا عم بحكي صح، عم بيضحك أبونا جان. فبالتالي إذا قلنا تبتلعوا، شو بنكون قلنا بالعقيدة؟ قبلنا أن نستنتج، يصير عندنا نوع من الفقه. إذا بدنا نخلي المسيحية تحكم في بلد ما معين بناء على المجمع المسكون السائر الرابع، إنه القوي شو بيصير؟ بيأكل الضعيف. الطبيعة الإلهية القوية أكلت الطبيعة الإنسانية الضعيف وأباديته. نفس الشيء بالمجمع المسكوني السادس، لما حكيوا عن المشيئة والإرادة والفعل ذات الشيء، شددت الكنيسة على أهمية الاستقامة بهذه شو بيسموها، بهذه العقيدة، لقالت إنه له فعلين وله مشيئتين وله وله إلى آخره، حتى تعبر عن الطبيعة الإنسانية الكاملة. وإلا إذا أنا ما عندي إرادة وفقط إرادة الله هي الفاعلة بدون خضوع الإرادي والطوعي، فهذا بيصير الإنسان القوي ما بيأكل الضعيف بس يستعبد الضعيف ويلغي شخصيته. فإذا الكنيسة لما بدأت تحافظ على العقيدة لا تحافظ فقط على كتب وتحطها على الرف، بتحافظ بالكنيسة، حفاظ الكنيسة على العقيدة هو حفاظ على كرامة الإنسان. وهلأ بهالأيام دخلك كل شيء عم بيحكوه، عم بيحكوا شيء غير بحرية الإنسان وكرامته والديمقراطية وإلى ما هنالك. ما بعرف هاي حدا يقول لي عم بيحكوا غير بهالشيء، ولكن ليس على أساس القواعد السليمة والثابتة التي أعطيت للمؤمنين عبر العصور وفي الأيام الأخيرة بربنا يسوع المسيح. مجمع المسكون السابع، كلنا بنعرف أنه لأجل إكرام الأيقونات، بيجي واحد بيقول إذا ما بنكرم الأيقونات، ما المهم القديسين لا بحاجتك بقى تكرمهم ولا بحاجتك تتقدم لهم بخور، ما هن صاروا شركاء في الذبيحة الإلهية المقام أمام العرش الإلهي حيث الخروف الذبيح والقائم من بين الأموات. وبالتالي ما عنده هالحاجة، لا بدك ذفك تزيدهم كرامة ولا بتنقص من كرامتهم إذا ما كرمتهم وعملت لهم أيقونات إلى آخره. قد حصلوا على المكافأة ولن يسيطر عليهم الموت الثاني فيما بعد. الموت الثاني لن يسيطر عليهم، قد دخلوا ملكوت السماوات وهناك يتنعمون. إذن ليش الحفاظ على عقيدة إكرام الأيقونات؟ حقيقة هي أول شيء ضد الفلسفة الأفلاطونية وما جاءنا من العقائد الزردشتية والمانوية اللي دخلت على مجتمع بعض المجتمعات المسيحية، من أن الجسد، شو هو الجسد بحسب عقائد الزردشتية والمانوية والأفلاطونية؟ حسب أفلاطون الجسد سجن النفس، وبحسب الزردشتية والمانوية
يعني الغنوصية المسيحية، بحسب الغنوصية المسيحية لا يمكن للنعمة الإلهية، لا يمكن للنعمة الإلهية أن تسكن أو تحل في المادة. وأقرف وأفسد شيء بحسب المانويين وهدول الجماعات الزردشتيين والغنوصيين هو الجسد، هو الزواج، الإنسان. فبالتالي كله فساد، الإنسان كله فساد. فبالتالي لا يمكن أنك تحط أو أن يكون أن يصبح عندنا اتحاد ما بين النعمة والإنسان الذي يعيش الإيمان المسيحي. وبتصير هون شو بتصير عندنا المشكلة؟ أول شيء في عندنا مشكلة بالتجسد، يصير عندنا مشكلة بالتجسد. لو قالوا 100 سنة إنه هن بيأمنوا إنه يسوع المسيح كلمة الله المتجسدة، لو قالوا هذا الشيء هو كلمة الله المتجسدة، ولكنهم بالفعل عند الشرح بالتفسير في المعاملات الإنسانية في إسقاطات هذا الإيمان على واقع البشر والحياة وعلاقتهم بالله، البشر لا يؤمنون بالتجسد. لأن إذا بدك تكون بتآمن بالتجسد بده يكون عندك له علاقة بالإنسان، وإلا التجسد هو إجا عملية بهلوانية أبدا، إجا من شان الناس. وأن نكون نحن في يوم من الأيام على مثال الرب يسوع المسيح القائم من بين الأموات ومن بدءا من هذه الأرض بحسب عقيدتنا، من لم يصنع أو يحاول أن يصنع من الأرض ملكوتا لن يرى ملكوت السماوات في المستقبل، لن يرى. لهيك بالمجمع المسكوني السابع قالوا بوجوب إكرام الأيقونات اعترافا بسر التجسد، يعني نفس ما صار مع الرب يسوع المسيح بالطبيعة بيصير معنا نحن بالنعمة. وهذا الذي قاله القديس أثناسيوس الكبير، صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان أو يصير الإنسان إلها. وعلى هذا يتفق أغلب أو قاله ليس يتفق كل الكنيسة عبر التاريخ، وخاصة الكنيسة يلي هي خارج التعليمات الفلسفية. إذن لأجل الإنسان، لأجل الإنسان قالت الكنيسة بإكرام الأيقونات، إكراما للطبيعة، إكراما للخليقة، وتماشيا وانسجاما مع الكلمة الإلهية في سفر التكوين. وتطلع الله فرأى أن كل شيء حسن، تطلع الله فرأى أن كل شيء حسن. وهيك نشوف كيف تعلم الكنيسة أن نعيش، أن نحافظ على العقيدة، مش لأنه منحب الحكي مثل ما بيقولوا بعض الناس. إذا اجتمعوا 5 روما بيطلعوا بست آراء، لا ما صحيح، لا ما صحيح. نطلع برأي واحد، لو نجتمع 5-6 مليون اجتماع واحد بالإيمان نطلع برأي واحد. قد يكون تعابير مختلفة، قد يكون تعابير مختلفة، ولكن رأي واحد. وإلا في مكان ما الجماعة المخالفة لاستقامة الإيمان بتكون خارج هذا الإيمان. قديس غريغوريوس بالاماس، قديس غريغوريوس بالاماس هو المعبر عن كل آراء الآباء في حياة القداسة والحياة مع الله وتفسير الكتب المقدسة بعد القديس يوحنا الدمشقي.
وخاصة تكلم قديس غريغوريوس بالاماس عن الصلاة الهدوئية وعن التأله، وحكى عن القوى الإلهية الطبيعية، يعني عن القوى الذاتية في الله، وما يخصنا ويعطى لنا، وما يخصه هو ذاته أي جوهره الذي لن ندركه لا اليوم ولا بكرة ولا إلى الأبد. ولهيك حياتنا في الفردوس تبقى مستمرة فرح بعد فرح، ولا يصيبها أي شيء من الروتين أو الملل. وبالتالي هذا الكلام أنه نحكي عن الإيمان أو عن العقيدة ونعبر عنها بطرق حديثة، أنا برأيي بتكون الكنيسة مقصرة مثلاً إذا بدأت تعبر عن الإيمان باللغة العربية مثلاً، وبدأت تم تستعمل ثيولوجية أو ثيولوجي وإيكونغرافي وإلى آخره من هذه التعابير، للآخر اللي بيحكي عربي ولا اللي بيحكي إنجليزي غريبة عنه، أو بدك تعبر عنه بالإنجليزي وأنت بتحكي عنه بالعربي وكمان غريبة عنه إلى آخره. الآباء من الرسول بولس، الإنجيل يوحنا، حتى الرب يسوع المسيح استعمل الأشياء كما يفهمها المجتمع، عبروا كلهم عبر تاريخ الكنيسة عن ذات الشيء ولكن بتعابير مختلفة، بتعابير مختلفة. أنا كتير هلأ بلزلي بعض المرات إلى آخره أحكي عن العقائد المسيحية بلغة عربية إسلامية، بلغة بيفهموها الناس اللي أنا عم خاطبهم فيها. لما بدي أحكي عن الثالوث الأقدس وعن النبوءة وعن الملائكة وعن الخلاص وإلى آخره وعن القيامة وعن التجسد إلى آخره، وين هي المشكلة؟ طالما كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من لدنك يا أبا الأنوار. إذا رحت أنا مثلا على الأمازون وشفت عندهم تعابير بتساعدني لوضح لهم للناس هناك إيماني ذاته اللي بوضحه باللغة العربية كمنطق عربي، استعمل المنطق اللي هناك وبقدر الاستطاعة بوضح لهم هذا الإيمان وأقربه من أذهانهم وكأنه وحي الله إليهم في هذا الوقت وفي هذه الأيام. لهيك الكنيسة دائما بتطور التعابير الإيمانية، المواضيع، يعني المواضيع اللي عاشوها الآباء بالقرن الأول الرسل، وبعدين الآباء بالقرون ما بعد العصر الرسولي وإلى آخره، بعتقد لا يتكلمون بذات الطريقة كلهم. وهذا بيحكي بطريقة الروحانية عن العيش العقيدي أو التعبير عن العقيدة، وهذا بيحكي بطريقة بلغة جدا عالية ثقافيا، وهذاك بيحكيها بقصص. ربنا يسوع هيك استخدم، وما قلنا ما بيصير تستخدموا غير هذه الكلمات أو هذه الأمثال. أبونا فايسيوس لما بده يعبر عن الحياة الروحية الأرثوذكسية، قد بحثوا لي شي مرة عملوا هيك شي موضوع عن استعمالاته للعلم وللمنتوجات العلمية، بحثوا لي شي مرة عن هذا الموضوع قديش بيستعمل التليفون واللاسلكي والسيارة والدبابة للتواصل إلى آخره، قديش كتير 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 مرات بيستعمل علوم مختلفة لحتى يقرب الفكرة إلى أذهان سامعي. وأنا هلأ رح أقول لكم الله يعطيكم العافية، واللي عنده سؤال لأن صارت هلأ ساعة بحدود 9:45. سيدنا يعطيك ألف عافية، شكرا لك. أكيد في أسئلة كتير نحن رح نخدها من الأخوة. أنا وصل لي الحقيقة سؤالين هلأ بداية. السؤال الأول بيقول إذا كان الكتاب المقدس هو يتحدث عن يسوع المسيح
وبالتالي كل كنيسة تتحدث عن يسوع المسيح وتقول عنه أنه رب بالروح القدس. يعني الأصد منه أنه في كنيسة كتير بتؤمن بالمسيح هو رب، مثل كل الكنيسة اللي احنا بنعتبر أخوي لإلنا. هل هذا يكون بالروح القدس وبالتالي يكون إيمانه مستقيم إذا آمنوا بالرب يسوع أنه هو رب أو لا؟ أنا وقت حكيت ما حكيت فقط عن الإيمان بيسوع المسيح رب فقط. الإيمان له كثير من الإعلانات، له في إعلانات عن الثالوث الأقداس، في إعلانات عن الحياة الأبدية، في إعلانات عن الخلاص، في إعلانات عن كثير مواضيع إنسانية لا يمكننا أن نخرج عنها، ما هيك؟ فبالتالي الأمان يقول يسوع المسيح رب مساو للآب في الجوهر، مش من ذات جوهر الآب، ليس مساو، من ذات جوهر الآب، أو خلينا كما قال القديس باسيليوس الكبير وأثناسيوس الكبير، مساو للآب في الجوهر، فهو صاحب عقيدة صحيحة بهذه النقطة. بهذه النقطة هو صاحب عقيدة صحيحة. نعم. سيدنا تفضلت وقلت كمان أحد الأخوة بيسأل، تحدثت وقلت أن الكنيسة هي ذاتها الإيمان. نعم. فهل هناك، إذا هناك كنيسة واحدة تحمل الإيمان وكل من لا يحمل الإيمان الكامل هو خارج الكنيسة؟ بيكون جماعة، بيكون طائفة، بيكون جماعة، بيكون جماعة، بيكون طائفة، بيكون اللي بدكوا إلا كنيسة يسوع المسيح المتجسد والقائم من بين الأموات والجالس عن يمين القدرة. سيدنا يعني هو القصد بيقول أنه هل باقي الكنيسة من كنيسة يسوع المسيح الكنيسة الأرثوذكسية؟ يعني أنا ماني داخل على بقية الكنائس. نعم لو كانوا بالنسبة لإلي مثلي، لو كانوا بالنسبة لإلي مثلي، كنت ما كانوا بيجوا لعندي ليسووني مثله، ما كانوا بيجوا لعندي ليسووني مثله، ليجذبوني إلى طريقتهم إلى جماعتهم، لأنه نحن الكنيسة ما لنا جماعة فقط، إلنا هوية وإلنا معنى، إلنا فحوى، رأس هذه الجماعة يسوع المسيح. ولا تنمو الكنيسة مثل ما بيعمروا الهرم أو البناية، بالعكس طريقة عكسية، الكنيسة تنمو من الرأس يسوع المسيح، تنمو من هناك بالعكسية، يعني عكس البناء البشري. تبهت كيف؟ لو كانوا بيآمنوا أنه أنا على استقامة الإيمان مثلهم أو على استقامة الإيمان، ما بيجوا لعندي ليسووني مثلهم. نعم سيدنا. الأخوة الأحبة الأخوة المشاركين فيهم يشاركونا كمان بالرأي عبر الزوم برفع الأيدي، ونعطي دار الأحبة اللي بيحبوا يسألوا عبر أسئلة على الصفحات اللي عم تتابع عنا تتوصلنا. بينما الأحبة سيدنا كمان في وصل سؤال ثالث، بيقول هل ممكن أن نقبل تعابير الكنيسة الكاثوليكية أو القبطية أو باقي الكنائس حول الإيمان، كما تفضلت وقلت إنه الكنيسة بتستخدم تعابير لتوضح إيمانها، هل هذيك تعابير العقائدية هي تعابير لتوضيح الإيمان المشترك معنا أو لا؟ مثلا بالنسبة للكنيسة لا خلقدونية، نعم فينا نقبل وليس أن نستعمل، فينا نقبل طبيعة بطبيعتين، لأنه كثير من المرات مفهوم الكلمات بالشرق تعني شيء بالغرب تعني شيء آخر. كثير من المرات كانت الكنيسة بسوريا تستعمل بعض التعابير، سوريا ولبنان وهيدا العالم هاي، تستعمل تعابير يمكن بمصر ما كانوا يستعملوها بذات الطريقة، مثل الإقنوم والطبيعة. الإقنوم بسوريا معناته شخص، بينما الشخص بمصر كان فيسيس، طبيعة، طبيعة، ما في فرق بين الطبيعة والشخص. تبهت كيف؟ فلهيك عندهم الطبيعة الإنسانية الكاملة تعني شخص كامل، ونحن بنعرف أنه الشخص في عدة طبائع، ما بالضرورة الطبيعة أن تكون
هي الشخص أبدا. نعم. تفضل سيدة بدك تجاوب على شو؟ لا فكرت بدك تتابع سيدة. سيدنا في سؤال كمان وصل لي هلا بيقول طيب حضرتك تحدثت عن المجامع المسكونية وأهميتها بالعقائد وخاضة المجتمعات تتوصف لهم الإيمان وتوصل لهم الإيمان. طيب اليوم نحن ببيئة جديدة مختلفة كليا عما حدث، في فرق كتير بالزمان. ليش الكنيسة الأرثوذكسية حد اليوم مين عم تقدر تعمل مجمع مسكوني، وليش المجمع الانطاقي كمان بحسوه بعيد عن حياة وشؤون المؤمنين؟ حضرتك موجود بالمجمع، ممكن تقدر تفسرنا هالشيء صح أو غلط إذا بتريد؟ أولاً نحن لا نعمل مجمع مسكوني في الكنيسة الأرثوذكسية، لأنه في عنا الشقيق الكبير هو الكنيسة الغربية، حالياً غير موجودة. ومن شروط انعقاد المجمع المسكوني أنه يكون موافقة البطارك الخمسة حالياً. ولهيك حتى المجمع الذي عقد في كريت شو سموه؟ المجمع الكبير، يلي نحن كنا مستعدين نروح، وصاحب الغبطة البطرك يوحنا دفع للأوتيلات ودفع للنقليات ودفع إلى آخره، ولكن لعدم حل المشكلة مع بطريركية أورشليم قلنا لهم ما فينا نروح نشترك هلأ ونحن معتدى علينا. تبعت كيف؟ نحن مع الاجتماع المجمع الكبير، ما في شك نحن مع هذا الاجتماع، ولا منسميه مسكوني لأنه في عنا الأخ الكبير غايب هو البابا، كنيسة روميا غايبة ما فينا ندعيها، ولكن هناك حوار أيضا مع الكنيسة الكاثوليكية، ومثل ما ذكرت المرة الماضية هذا الحوار وصل إلى نتائج كتير حلوة على مستويات عديدة. ويا ريت العالم المسيحي فاضي، بمعنى رأسه فاضي من المشاكل العالمية هون وهون، لحتى يعملوا مراجعة سريعة لنصوص تم التوافق عليها، ورح نشوف بالفعل إنه ما بقى في شيء إلا بعض تعابير أو إلى آخره، أشخاص القديسين وغيرهم. تبعت كيف؟ وصلنا معهم إلى نتائج كتير حلوة، ولكن مش تحت ضغط الشارع، لا أبدا، تحت ضغط سلامة الإيمان والعقيدة وترجمة الإيمان والعقيدة بالإكليسيولوجيا وبالحياة الجماعة، حياة الإنسان وكرامته. أبونا من أمريكا شو بيعرفني هذا أبونا؟ أبونا إيريس فين سيدنا؟ بده عنده سؤال وبعد منه الأخت ساندرا كرم. تفضل أبونا إيريس. لك هدول الأمريكان بيسألوا أسئلة صعبة فيها مشاكل كمان. بيعملوا مشاكل. تفضل. سيدنا يعطيك العافية وبركاتك وصلواتك. والله يخليك ويحفظك. أهلين. أنا متابعك على طول كل الأحاديث تسمعها بعد التسجيل، لأنه الوقت هون عنا كتير صعب هلا، يعني تنتين الظهر بكون واحد مشغول، بس اليوم قدرت فضيت حوالي لشارك. أنا بشكرك كتير على الغنى وعلى المحاضرة. ونحن بنشكر أخته لأبونا نكتاريوس اللي غديتك بكير. أكيد. سيدنا أنا بدي أعطي مداخلة صغيرة على مثلك على الكنائس غير الخلقدونية، بما أنه الحال تبعي هذا. يعني عنا شوي في تنصير بأنطاكيا بقراءة غير الخلقدونيين بمنظار هني، والحقيقة الحوار صار متقدم مثل ما بتعرف اللاهوتي على الخلاف. وأنا بعد دراسي يعني عميقة بعد مدرسة سرياني وتعرفت على أباء بلغتهم، بآمن أنه الخلاف معظمه كان لفظي، لأنه مثل ما قلت حضرتك سيدنا بالنسبة للناطقين بالسرياني وبالأرمني وبالقبطي ما عندهم المفهوم الفلسفي للتمييز، أنه كيف ممكن طبيعة أو شخص يكون موجود بدون ما ينعكس بطبيعة. وبالتالي مثل ما قلت وقت كان يقولوا نحن طبيعتين، يعني ما كانوا بيقصدوا شخصين، وكانوا هن نحن عم نقول بطبيعتين، هن بيفهموا انه كل طبيعه بتظهر للعين بوجود شخص، ما في طبيعه هيك من دون ما يكون تظهر وجودها بشخص.
فوقت نحن نقول طبيعتان هني يفهموا أنه ذاتين يعني ذات إلهية وذات بشرية، ولكن هني كل كتاباتهم بيقولوا في طبيعتين، بس تقولوا صاروا طبيعة واحدة بعد الاتحاد. هلا ما أدروا كثير هني يفسروها، بس أنا بوافق رأي سيدنا أنه التعابير العقائدية إجت من خلفيات وثقافات الشعوب، ونحن لحقنا الجزء اليوناني والهليني، وهني بتعبيرهم وبلغتهم وبثقافتهم ما عندهم هالتمييز بين أنه يسوع هو الاستثناء الوحيد في الكون وفي البشر وفي غير المخلوقات. شخص واحد يحمل طبيعتين. نعم. والسؤال الثاني أنا سيدنا اللي بحب أسأله أنه عدم سلامة ربط العقيدة عندنا بالشرق، عم بحكي بلبنان وبسوريا، بالممارسة، يعني مثل ما قلنا بحديثك أنه هي الممارسة هي العقيدة، هي حياة إيمانية. نحن هي طرق من التعبير عن العقيدة طبعا، يعني العقيدة مثل القواعد. نعم. قواعد بتجي بعد اللغة، أنت أول شيء بتحكي لغة بعدين بتضبطها، يعني بتحط لها حدود لحتى ما تشط، تكون سيف أمين، يعني ما تروح شمال ويمين. ولكن عم نشوف نحن التعلق عندنا بالعقائد بدون التشديد على الممارسة العقائدية بالحياة الكنسية، ونختلف كثير بينه وبين المورني والكاثوليك عقائديا، بس على صعيد حياتي نحن نطبق العقيدة بحياتنا، ما فيها الفصل بين العقيدة ككتب وكمقررات مجمعية وبين ممارستنا اليومية. يعني بتلاقي الواحد بيعرف كتير منيح العقيدة الأرثوذكسية بس ما بيمارس شيء من حياته الأسرارية. ما بعرف إذا عندك حل لعدم الفصل بين العقيدة وبين الممارسة. ما يكون مفصولين شخصيا، ما يكون منقسمين بشخصيتنا، ما يكون واحدنا بشخصيتين، يكونوا بشخصية واحدة. إذا بيآمن بكلمة يا رب ارحم اللي بيقولها أن يرحم، إذا بيآمن بي ولا، ومش تكون ما تواخذون الآباء المتزوجين، مش تكون العظة للرعية ما للخورية، لا بدنا هي يعني ما في أسهل منا الإنسان يعيش العقيدة، وخاصة إذا كانت العقيدة تنسجم مع كل الطروحات الإنسانية الصحيحة، ما في أسهل من واحد يعيش. والعقيدة لا تفرض إنه الإنسان لا يخطئ، فإذا شط عن الطريق يرجع يقول يا عمي أنا غلطت، يرجع يقول أنا غلطت، مش يعمل لي غلط ويصير هو القاعدة، لا أبدا، هيدا ما نو صحيح. سؤال أخير سيدنا، ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك إنه العقيدة هي الطريق الأضمن للخلاص وليست بالضرورة شرط للخلاص؟ إذا كانت العقيدة هي يسوع المسيح، ويسوع المسيح مترجم بالكلام والدساتير، بلى هي شرط وليس أضمن، هي شرط للخلاص. ولكن بدنا اليوم كنا عند أبونا توفيق بزواريب، وسألنا تقريبا ذات السؤال، في خلاص إلا بيسوع المسيح؟ فأنا حكيت فرقت ما بين الخلاص العام الذي لا يكون إلا بيسوع المسيح أبدا، يعني بدون يسوع المسيح لن يدخل أحد ملكوت السماوات، ولكن بحاجة إلى هذا الضعف. فإذا كانت العقيدة هي عيش التعبير عن يسوع المسيح بالحياة، فبالتالي لازم هي تكون العقيدة شرط وضرورة للخلاص. نعم. بس بالتفاصيل العقائدية، يعني إذا إنسان بسيط مثلاً ما لا 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 أنا ما أنا في، بس لقل لك شغلي، أنا عندي قول، كل من يقول دستور الإيمان، كل من يقول دستور الإيمان هو مخلص. صحيح. شو بيعرفني بحط أيقونة المسيح بقبة الكنيسة من جهة الغرب ولا من جهة الشرق إلى آخره، هذه تفاصيل تكريمية، تفاصيل
تخضع لحرية الاختيار. تبهت كيف؟ لا أكيد أكيد الناس البسطاء هدول اللي رح يخلصوا ونحن رح نتعلق بتلابيب وندخل على ملكوت السماوات. الناس البسطاء المحبون لله. نعم. أول شيء بنشكر أبونا إلي عمود يخلته وإن شاء الله يكون بخير وسلامة هو وعائلته بأمريكا. سيدنا طولنا عمرك، في عندنا الأخت ساندرا كرم بدها تسأل سؤال أخ جورج حنا، وعندي أنا مجموعة من الأسئلة كمان صارت معي. نعم. فضلي أخت ساندرا كرم. مساء الخير، شكرا سيدنا وشكرا. ساندرا من وين؟ سن الفيل. شكرا على الحديث القيم، عندي استفسار وسؤال. نعم. حضرتك ذكرت انه العقيدة هي الإيمان، فأنا سؤالي هل العقيدة هي حقيقة الله والإيمان هي نحن شو منعرف وشو منطبق من حقيقة الله؟ وبالتالي إذا هذا الشيء مزبوط يعني الإيمان يتطور، أي معرفتي لله بتتطور، الله حقيقته كاملة بس أنا مسيرتي أو معرفتنا لله بتتطور وبالتالي الإيمان بحد ذاته بيتطور إيه ولا لأ؟ والسؤال الثاني هو دائماً نحن منقول أنه نحن عنا الإيمان المستقيم وبيتهمونا أنه نحن منكفر غيرنا، فبس بدي رأيك بهذا الموضوع، هل إذا أنا عم أقول أنه أنا إيماني مستقيم هل هذا بيستدعي أنه أنا كفر غيري إيه ولا لا؟ وشكرا. أول شيء الإيمان لا يتطور لأن الله هو أمس واليوم وإلى الأبد، إيمان لا يتطور، وأعطي كاملا بإعلان يسوع المسيح بالتجسد وبما علمه ربنا يسوع المسيح. اللي بيتطور معرفتنا، نحن اللي بنتطور، نحن بنتطور إما بالمعرفة وبالخبرة وبالقداسة، نحن اللي بنتطور لأنه نحن اللي بنكون صغار وشوي شوي ننمو، شوي شوي ننمو بهذه المعرفة ومنصير نستوعب كثير من العقائد وليس كل العقائد، كثير من العقائد وليس كل العقائد. كل العقائد في عقائد نقبلها كما هي، وهو ما يخص الثالوث الأقداس، كيف صار اتحاد الطبيعتين، كيف يعني الجوهر الإلهي، القوى الإلهية، منعبر تعابير بشرية وتتطور هذه التعابير بحسب تطور خبرتنا وعيشنا. ما هيك؟ يعني نحن اللي بنتطور، معرفتنا اللي بتتطور وليس العقيدة أبدا. ما بس تتطور العقيدة يعني صرنا غير شو بيسموا يعني نص مسيحيين، ربع مسيحيين، ثلث مسيحيين، خمس مسيحيين، ولكن لسنا مسيحيون كاملون. أي وحدة. السؤال الثاني إذا بتريدي حتى ما خربت. الإنسان بيقول إنه يعني أنا إذا أنا بقول إيمان مستقيم هل هذا بيستدعي إنه أنا كفر غير إيه ولا لا؟ لا لا أبداً. نحن ليكي بدنا بقى نفهم نحن المسيحيين. المسيحية ديانة الواجب. المسيحية ديانة الواجب. هذا الواجب يجعلني في خدمة الآخر وليس في إهانته ولا في الاعتداء عليه ولا بالإقلال من شخصه ومن كرامته إلى آخره، ولكن ما بشتغل مثله، بشتغل كما علمني الرب يسوع المسيح بالإيمان المستقيم. لا ما بيصير نكفر، ولكن نحن منقله لشخص أنت ما عندك مثل عنا، هذا الشيء بدنا نتفق عليه لنوصل إلى رأي واحد. يعني بمعنى التكفير إذا بمعنى الرفض لرأي الآخر، نعم في آراء كثيرة، إذا كان التكفير بمعنى الرفض في آراء كثيرة نحن بنرفضها. تخيلي أنا أجي مع ما بقى أكرم الأيقونات ولا أعترف برفات القديسين ولا بالنعم المعطاة للقديسين وإلى آخره، اعتبري هيك. طيب فيني أقول له أنا لهذاك الشخص أنت مثلي، ولكن أنا كما يقول الرسول بولس أحسنوا إلى جميع الناس، أحسنوا إلى جميع الناس. هيدي المسيحية ديانة الواجب. بعدين الله بيعطي المكافأة،
تبهت كيف؟ وهيدا أسلم شيء للتعبير عن إيماننا المسيحي بما يخص إسقاطاته، إسقاطاته على الواقع والتعامل البشري أو الاجتماعي. تبهت كيف؟ ما بيصير تقولي لحدا أنت كافر، بتقولي له أنت مانك مثلي. إيه صحيح، بس هذه كافر بحسب ثقافتنا صارت كلمة فيها إجرام، فيها احتقار، فيها كتير أشياء مقبولة، أشياء مقبولة. كلمة سيد تعني هو ما بي يعني. هلأ بدي أخذ أنا مثل، إجا واحد على بهالحروب اللي صارت أخيرا واستشهد لأجل يسوع المسيح المخلص، ابن الله المخلص، يخلص ولا لا يخلص؟ هيدا اللي بدي أنا أتساءله. بلا يخلص. لو كان بيقول لي أنا ما بكرم الأيقونات، لأن هو يؤمن أنه خالص بالنعمة، والنعمة هي اللي بتقدس الأيقونات. هي العلاقة مع يسوع المسيح، العلاقة مع يسوع المسيح. انتبهت كيف؟ والرؤية ليسوع المسيح. طالما يؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله المخلص، قال له للخصي وزير ملك الحبشة، شو قال له؟ قال له إذن ماذا يمنع؟ ها هو ماء لنعتمد. ما قال له الخصي لفيلبوس ماذا يمنع؟ ها هو ماء. شو قال له؟ أتؤمن بأن يسوع المسيح ابن الله المخلص؟ قال له إيه أؤمن. قال له إذن زول اعتمد، ومن اعتمد فهو قديس. ما هيك؟ لهيك أنا قلت، لهيك أنا قلت من له دستور الإيمان، من له دستور الإيمان يعني يؤمن بالتجسد ويؤمن بأن النعمة الإلهية تسكن في الطبيعة البشرية ويصبح الإنسان على صورة يسوع المسيح القائم من بين الأموات، فهو مخلص. وبعدين الرسول بولس هذا قد هو ناموس ذاته، صحيح؟ بدي أسأل سؤال. نحن الأخلاق، نحن بتعبير محبتنا أحسن غيرنا؟ أنا ما عندي باستقامة إيمان تعبيرنا، لأنه كمان عرض الإيمان يأتي من الحياة. طريقة من طرق التعبير عن الإيمان أو العقيدة هو عيش العقيدة، مثل ما بالكتاب، مثل ما بالنصوص ودساتير الإيمان، مثل ما الرسومات في الكنائس وغيرها. أنا أصلي كما كان الآباء القديسون، وخاصة لأنه كتير قريب على أفكارنا أبونا بايسيوس، نصلي حتى للشياطين، نصلي لله أن تخلص الشياطين، حتى الشياطين. وهيك كان عندهم الآباء هالإيمان برحمة الله الواسعة، أنه الله لا يمكن يكون عنده غضب على إنسان أو على كائن خلقه إلى ما لا نهاية. وهل هيك صار في عنا شيء ما يقال بالكنيسة الخلاص العام؟ تمام، شكرا سيدنا، يعطيك العافية. لا بقى تجيبي لي أسئلة صعبة مثل هاي. نعم سيدنا. معنا الأخ جورج حنا، يتفضل أخ جورج حنا إذا بتريد سؤال. نعم أستاذ جورج. يسعد مساكم حبايبنا، يسعد مساك سيدنا. أهلين. من عند ربنا. من سن الفيل سيدنا. نعم من سن الفيل. لا أنا من الأشرفية. اللهجة مبينة. لا يا هلا. أهلين. من حركة الشبيب الأشرفية. الله يقويكم ويعطيكم العافية. طول عمرك سيدنا. سيدنا بالنسبة للأقباط نعرف أنه هن غير خلق دونيون، ولكن مثل ما فهمت منهم أنا، خصوصاً أنه عديل قبطي، أنه نفس الدستور الإيمان
بيزيدوا عليه كلم كلمة اللي هي ناسوته لم يفارق لاهوته ولا لحظة واحدة ولا حتى طرفة عين. هيدا بعدين اجت هذه الزيادة مثل المنبثق من الآب والابن، كمان هذه جيت بعدين. صحيح، بس انه هيدا ما بتغير بالإيمان عما نحن منقوله. نعم، هيدا من ناحية. من ناحية تانية، هلا عم بحكي عن الإخوة الكاثوليك، منعرف نحن انه الإيمان واحد مش اثنين، والحقيقة وحدة مش اثنين. نعم، مثل ما تفضلت قلت انه صار في شذوذ كان بالنصوص ولا بالعقائد تبعيد اخوتنا الكاثوليك. هل هالشيء اللي من حضرتكم عم تتناقشوا معهم؟ طبعا نحن رح منضلنا على الايمان اللي منعرفه وعلى العقائد اللي منعرفها. هل هن عم يتقبلوا انه يرجعوا عن خطأهم؟ يعني إذا كنت ما شاء الله عليك مبين عنك شاب 14، ما بعرف قديش، إذا كنت لمن إجا البابا يوحنا بولس الثاني على الشام وتلا دستور الإيمان المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن، وهذا الدستور مطبوع بكتاب لترجي توزع وقته. صحيح. ولما كان البابا البطرك ديمتريوس بالفاتيكان بال 1989 بزيارته للفاتيكان، وهو يلبس المنتي والبطرشيل والأموفوريوم، تلا مع البابا يوحنا بولس الثاني أيضا تلا دستور الإيمان المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن. البابا الحالي أو اللجنة الكاثوليكية في الحوار الكاثوليكي الأرثوذكسي أو الأرثوذكسي الكاثوليكي بآخر نص، آخر النص ورد أنه لم يكن لروما في يوم من الأيام الحق القانوني ولا اللاهوتي أن تدخل ذاتها في شؤون الكنائس أخرى. على الطلب، يعني بناء على الطلب، بل ما كان في الثاني ساعدني بس ما يقتله. تبهت كيف في تغيير؟ نعم. هلا احنا بنحط بنبيتات شويه مي طريهم. نعم سيد ناري، اللي من اجى البابا وطلب الوحده مع الكنيسه الارثوذكسيه، القديس غريغوريوس فالاماس قال له انه عليكم تعترفوا بالخطا اللي صار وتوبوا لربنا حتى نقبلكم بالكنيسة. نحنا يعني ما رح يكون في تنازل من عنا بعقائدنا، إن كان هلا هن بيقولوا عندهم البريئة العذراء. نعم. بريئة من دنس إيماكولي دي كونسيبسيون. نعم نعم الحبل بلا دنس. نعم. وبيحكوا عن البابا معصوم من الخطأ، وبيحكوا عن الغفران، في كتير اشياء خارج عن الايمان اللي نحن بنعرفه. هالشيء رح يكون في تصحيح من قبلهم ولا كلمين بحاله؟ بس بدي اسالك سؤال. نعم. مين هو المطران في الكنيسة الأرثوذكسية اللي عنده لجان استشارية قد ما عند البابا؟ مين عندكم بحركة الشبيبي؟ في عندكم لجان استشارية قد ما عنده البابا؟ لا ما عم بتجاوب. أستاذ جورج جاوب. لا 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 لا, لا ما في. فبالتالي إيجاد اللجان الكتيرة، إيجاد دلالة على أنه حطوا شو بيسموه بنبيتات مي ورخوا للنبيت لحتى يقولوا نحن هو من الأكادرس، يعني لأنه هو معصوم، بل الكنيسة تعطيه الرأي، الكنيسة اللي جان إلى تعطيه الرأي ما بتخلق المعنى هيك. يلا كان هيك أول ما طلع الشغل الثاني بالكنيسة الكاثوليكية.
عندهم ديناميكية، عندهم ديناميكية في قبول الأشياء. وهي أنا أقول لك قضية الباب ما له علاقة، وأنا يمكن عم بحكي ما اسمح لي بس لازم نحكي فيه، لازم نحكي الكنيسة نائس تبدل على حرية الكنائس وكنائس حتى ما له حق يدخل لهيك وهيك تبايف. وهذا حالياً هذا النص تروح أمام المجامع المقدسة أمام كنيسة روما. لين لين إنه هو الفرق، شو هو الفرق؟ إذا لما بتصيروا مثلنا ولا يا خيو رح نتحد إذا اتفقنا، شو وين هي المشكلة؟ وين هو نفس الشيء؟ نحن بهمنا أن ترجع الكنيسة وحدة، ولكن نحن بهمنا إيه، بس في مثلا بتقول حضرتك قلت لي إنه ما بيخطئ لمن بيجي وبيبرر اليهود بنصاب بالمسيح، هيدا مش أنا خطأ كمان؟ أنا قلت لك ما بيخطئ، ليس أحد بلا خطيئة إلا الله. صح، أنا بالعكس صح. أنا هذه بعتبرها خروج عن العقيدة المسيحية بالنظرة لأي إنسان، يخطئ كما أخطئ كما يخطئ كما يخطئون، ونحن التوابون عن أخطائنا إلى الله. نعم. طولنا عمرك سيدنا أخ جورج، أنا بشكرك كتير لأنه مشان نترك مجال للأسئلة، في إخوي كتير سيدنا. في الأخ جابر عكاري بيقول المجمع المسكون الثاني لم يدع له بابا روما، ولم تقبل روما هذا المجمع إلا ما بعد قرون عديدة، فكيف أصبح هذا الشرط من شروط انعقاد المجمع المسكوني؟ كما أعلم أن أبرز شروط إقامة مجمع مسكوني هو أن يدعو إليه الإمبراطور، ونتائجه تحدد مسكونيته في مدى موافقته للمجامع السابقة وتعليم الآباء. نعم، المجمع المسكوني الثاني ما حضره بابا روميا، ولكن وافقوا عليه. هو مش المجمع المسكوني ليس بشرط الحضور، شرط الموافقة أيضا من الكنائس الثانية، بس وافقت كل الكنائس الخمس حواس لهذا الجسد المنظور لربنا يسوع المسيح اللي هو كنيسته، بيصير اسمه مجمع مسكوني، ومن لا يوافق عليه يخرج خارج الكنيسة ساعته إذا ما وافق عليه. تبهت كيف؟ مجمع المسكوني دائما دائما بده ينظر بعقيدة مش بس بأمور إدارية. لهيك بعد المجمع المسكوني الخامس والسادس هدول درسوا فقط عقائد، صار في مجمع اسمه الخامس السادس يلي حكى بالتدابير، ما سموه المجمع المسكوني السابع، انتظروا لما عقد المجمع المسكوني السابع سنة 787. تبهت كيف؟ وبالتالي تسمية ضرورية للأخ جابر، تسمية ضرورية تكتمل بالموافقة الشاملة للكنائس الخمسة، وهلأ كما اعترفنا ببطريركيات أخرى وما بعرف هاي إنه يكونوا بهذا الاعتراف. نعم سيدنا. كمان سيدنا إذا بتريد بالأخ هادي طنوس بيقول إذا ما في هناك خطأ في عقيدة الله الخلقدونيين، ولكن ما زالوا يرفضون عقيدة التألم، وهناك تهجم على القديس غريغوريوس بالاماس عفوا عيدوا للسؤال. بيقول هنا ليس هناك من خطأ في عقيدة الله الخلقدونيين. نعم. وبالتالي يرفضون عقيدة التألم وما زالوا يهاجمونا. يرفضون عقيدة التألم؟ نعم. ما حي بيحكي قدهم عن القداسة والقداسة بالنعمة والتأله بالنعمة وإلى آخره، كيف يرفضون تأله بالنعمة؟ ما حي بيحكي قدهم، كل بستان الرهبان وكل الآباء عندهم، لكن كيف بيسموا عندهم قديسين ومستنيرين والمواهبيين وإلى آخره؟ كيف؟ هون ما يقول إنه هني بيتهجموا على القديس غروس بلماس بتعليمه.
مين لا خلق دونيين؟ نعم الكاثوليك بيتهجموا أصلاً بالنسبة للكنيسة لا خلق دونية ما بيعرفوا شي عن القديس غريغوريوس بالماس بعتقد هيك ما عندهم معرفة فيه بتمنى إذا حدا بيعرف أكثر مني بهالموضوع معرفة الكنائس اللا خلق دونية بالقديس غريغوريوس بالماس يحكينا لا 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 ما بيعرفوا نعم أنا بعرف سيدنا أنه البابا شنودة كان يرفض عقيدة التأله بالفكر الأرثوذكسي يعني رح يقرأ بستان الرهبان الأنبا شنودة الأنبا شنودة شوي عمل تراجع عن التوافق المسيحي ماشي آه. نعم أوكي سيدنا وصلت الفكرة شو حدا بيحب من الأحبة عنده أي معلومة يطلب ما تفضل سيدنا وحكي عن موضوع الأخ القدنيين إذا بده يضيفها طيب سيدنا في أخت رولا خوري بتقول لك سيدنا أنا ابني صغير وهو ماروني وينه الأخت رولا خوري وينه اللي بعتت لي سؤال مساج ما بعرف إذا بتطلع معنا رولا أخت رولا معنا شيء على الزوم يمكن عم تسمعنا من خلال الصفحة سيدنا طيب تفضل بتقول لك لا معنا على الزوم أخت رولا بس مشان يشوفك سيدنا إذا فيك تفتحي فيديو إذا بتريدي بتقول لك الأخت رولا أنه أنا ابني ماروني ودائما بياخذوا على الكنيسه بعد ما تعمد بياخذوا على الكنيسه الارثوذكسيه بنابلو وبالتالي وهلا عندي شغف انه كمان يعمل اول ارباني هل انا عم بعمل شيء صواب بشان هل اللي عم بتصرف فيه او لا لا ما هو مزبوط اذا مناولته كثير مرات وبدها تعمل له اول قربانه يعني انكرت كل قيمه المرات السابقه وما اعترفت فيها انه هي مناوله صحيحه تروح تلبسه هيك طقم أبيض وتحمله شمعة وتطعميه موزتين وتترجع نعم سيدنا يا أما تكون هناك إذا هيك نعم في عنا كمان سؤال من الأخ يمكن فازيليس أساديس بيقول هل صحيح أن نقيم الصلوات مشتركة مع المذاهب الأخرى مع الكنائس اللي خلقوا لنا أيضا أو لا الكنائس الليتورجية عفوا الصلوات الليتورجية ما صحيح تبعت كيف ما بيصير ولكن بما أنه الإنجيل مشترك والرسائل مشتركة وإلى آخره ما في مشكلة بعدين هلأ في شغلة في صلوات هي عبارة عن أدعية اللي هو اللي بيميز الشيء القداس الإلهي بس والله نوجد معنا أخ من الكهنة الموارنة أو الكاثوليك أو حتى البروتستانت وبتقول أيها المسيح أرح نفسه عبدك بمحل كذا في حيث القديسون يستريحون هذه كلنا كأنه عم نقوله كله الله يرحمك تبعت كيف طالما ما عم نقيمه بالقداس الإلهي ما عم نقيمه بسر الذبيحة وإلى آخره هذه عبارة عن أدعية إضافة التقارب اللي صار والتفاهم تبهت كيف فالموضوع مثلا مثل الصلوات لأجل الوحدة وين هي المشكلة تصير الصلوات لأجل الوحدة ويشتركوا الكل تصير الصلوات لأجل الوحدة والطلب إلى الله كل واحد بشرط أنه نكون عم نقولها من قلبنا من بالفعل بصدق وليس تمظهر أمام الناس بيجي أنا بصلي لأجل الوحدة وبعدين بروح بشوف لي وين غير أرثوذكسي وبدي أعمله أرثوذكسي مش لأنه فقط شو بيعرفني أو بعمل له المشاكل أو إلى آخره إن شاء الله ما أكون عم بعمل مشاكل هلا بتصور بده يكون في ردة فعل سيدنا معلش سيدنا بس التعليق حضرتك قلت عن الصلاة الأرثوذكسية تعني فقط القداس الإلهي هي في سؤال أنا ما قلت الصلاة الأرثوذكسية تعني فقط الصلوات الليتورجية سيدنا الصلوات الليتورجية أيوة. تعبير خطأ تعني فقط القداس الإلهي ارتباطها لا الصلوات الثانية مرتبطة بالقداس الإلهي الغروب هو تهيئة للقداس نعم. الإلهي غروب السبت تهيئة للقداس الإلهي يوم الأحد اكتمال لهاليوم الليتورجي
تبعت كيف؟ السحرية، قداس إلى آخره. ولكن فيني أنا وياه نتشارك، نزور مريض وندعي له اثنيناتنا الله يشفيك، ما هيك؟ أو أعطيها أنا عندي شوية أدعية مألفين الآباء وقل له صلي له هي، وإذا بيصلي له هي بيكون عالي العال. سيدنا بالنسبة لهذا الموضوع، في حدا الأخ كيفن الشيخ من حلب بيقول: سيدنا طالما أنه نحن بسبب علاقاتنا الكنسية واختلاطنا بلبنان وسوريا الكنائس ببعض البعض في زواجات كتير وهيك، ومسموح أنه والغير غير الأرثوذكس بكنيسنا العلمانيين، طيب ليش ما بنحط لهم اسمهم على الذبيحة طالما مسموح أنه ولون، وبنعمل لهم تريساجون إذا طلبوا منا نعمل لهم ديديس بالكنيسة؟ ليش هذه ممنوعة وهذيك مسموحة؟ كمان الموضوع ما أنه موضوع شخصي ورأي شخصي، لأنه لو كان اللحم يعسر أخي لما تناولت لحما إلى الأبد. تبعت نعم. كيف؟ ما في شك كتير مهم هالتقارب اللي عم بيصير وتشارك بالآراء اللي عم بيصير، ومثل ما حكينا بالأول إنه قديش فيه تقارب وانسجام بالأفكار وبالطروحات بيننا وبين الله خلقدونيين، بيننا وبين كنيسة روما وإلى آخره. انتبهت كيف؟ ولكن دائما الخطو مثل ما بيقولوا عنا بالضيعة، العجلة ما بتسوق جمل، والعجلة ما بتسوق كنيسة. انتبهت كيف؟ يعني أنا ما فيني مشي الكنيسة بناء على العواطف، ما فيني مشي الكنيسة بناء على العواطف. انتبهت كيف؟ لأنه ناس كمان ناس. الكنيسة وجود كنائس متعددة أرثوذكسيا ولا مسيحيا بمنطقة واحدة إلى حد ما ليس لا يتطابق مع وحدة الأبرشية أو الرعية. انتبهت كيف؟ نعم. سيدنا لهيك لحتى ما يصير خلط إنه وكأنه نحن قبائل. نعم. إذا ناولنا بعضنا البعض وكأنه ما نتعازم عزايم. إيه؟ أيوة. في نعم. في نعم. في ضوابط لهذا الأمر. طيب. في ضوابط. الأخت ديانا سابة سيدنا بتسألك سيدة، بتقلك شو هي شروط تطويب القديسين بالكنيسة الأرثوذكسية؟ وإذا كان من بين الشروط الإيمان القويم، كيف تنظر الكنيسة للقديسين المطوبين من خارج الكنيسة الأرثوذكسية؟ أول شيء نحن ما منطوب قديسين أبدا، نحن منعترف، أو عفوا وليس نعترف، نحن خليني يكون أدق، نحن منسجل الاعتراف الإلهي، نتقبل الاعتراف الإلهي بقداسة شخص معين، الله يعترف بقداسة هذا الشخص ويثمر ثمار الروح القدس في حياته وبعد مماته، أو بعد مماته، وبالتالي منقول هذا منسجله بلائحة القديسين المعترف بهم. نحن ما منطوب، الطوبة هي من الله، الطوبة والتطويب هو من الله، نحن نعلن هذا الشخص قديس بين قديسي الكنيسة الأرثوذكسية. كيف منعترف بقداسة أشخاص آخرين أو ما منعترف إلى آخره؟ نحن لا ننكر ولا نقر. تبهت كيف؟ لا ننكر ولا نقر، الله نترك لله المجد لاسمه، هو يعمل عمله وشغله. نحن علينا ننتبه على عملنا، على تطبيق إيماننا وعيش إيماننا، ما نتلهى ونفتح دفاتر ما إلنا هي، مثل ما المسيحي ما بيصير يفتح دفتر جاره المسيحي، يعني الأرثوذكسي دفتر جاره الأرثوذكسي، ذات الشيء ما بيصير نحن نفتح دفاتر الآخرين، ولكن نحن ملتزمون بكنيستنا الأرثوذكسية على أنها الطريق السليم 100%،
لننال مواهب الروح القدس ونعمه. نعم سيدنا، بيبقى عندي سؤال أخير من الأخ بسام إسبير، بيقول: عقيدة التأله هل تجعلني جوهريا مثل المسيح؟ بالطبيعة لا، ولكن بالنعمة نعم. في فرق بين الطبيعة وبين النعمة. المسيح بالطبيعة إله، أنا بالنعمة أحصل على هذه المواهب بالمنحة، مش لأن مني، هي من الله. شو يا أخ جابر، هيك ولا ما هيك؟ ها شايفك كأنك متحمط على شي سؤال، على شي شغلة. ها جابر معنا؟ نعم. ايه الاخ جابر بيحكيك سيدنا، فيك تطلع. هيدا شو اسمه اسبير، شو اسمه؟ بسام اسبير اسمه. هيدا يمكن من طريز، شاعر هيدا. والله ما بعرف، انت سيدنا اعلم. بعتقد هيك، اسال لي هو. مش الشاعر بسام اسبير؟ هلا بنشوف اذا معنا اياه. حدا رفع ايده هلا سيدنا بنشوف. سيدنا عندنا اثنين بدهم يسالوك اسئله مباشره، الاخ لما خضور والاخ حنا. تفضلي اخت لمى. نعم. اخت لمى معنا؟ يمكن ما عم تحكي. رفع ايده بس هسه ما فتحت الميكرو. يعطيك العافيه سيدنا. الله يعافيك. إذا حدك تليفون أو شيء سكري إذا بتريدي مشي ما يعمل برازيت. لا ما فيني حدي أي شيء. عظيم تفضلي. أوكي. بخصوص أهمية العقيدة الصحيحة، أنه أما أنت تتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. بس كمان البعض بيتكلموا عن عدم أهمية العقيدة، أو هن بيسموها أو يعني بيدعوا أنه لا طائفية. يعني عدم الانتماء لطائفة محددة أو معينة، برأيهم أنه بتسبب التفرقة بين المسيحيين، وأنه بإمكانهم بقيام حياة روحية مسيحية بعيدا عن العقيدة ودون الاهتمام بها وتعاليم الكنيسة، وبصير هون المسيح للعقيدة. يعني الشخص الأرثوذكسي بصير هو غير أرثوذكسي، وبينسى العقيدة السليمة اللي تسلمناها من آبائنا. وكمان بيتهموا الأرثوذكسي أنهم طائفيين ومتعصبين ولا يتقبلوا رأي غيرهم مثل العلمانيين وطائف الأخرى، رغم أنها لغة الانفتاح وتقبل الرأي الآخر بدون طبعا بدون مساومة على المسلمات الإيمانية الأرثوذكسية. بالنسبة للجماعات يلي بيدعوا أنهم غير طائفيين وما بيتقيدوا بالتعاليم المستقيمة السليمة، وكذلك بتهم الأرثوذكسية بالتعصب والطائفية. إيه معلش، المسيح اتهم بالتعصب وبالطائفية. نحن كان يعني من يحفظ الإيمان الصحيح هو مع هو الكنيسة، يعني هو والجماعة الحافظة هن الكنيسة، ما هيك؟ ومن مع يسوع المسيح لا يمكن يكون طائفي أبداً، لأن الطائفية بتؤدي إلى الكره، إلى البغض، إلى آخره. ولكن لما أنا بإيماني أبتغي أفضل مستوى من الخير للناس، ليش بده يقول لي واحد أنا طائفي؟ ليش في إنسان بلا فكر؟ في إنسان بلا فكر، حتى العلمانيين هل هم بلا فكر؟ ولا عندهم فكر؟ وعندهم مسلمات وعندهم معطيات؟ عندهم. وبالتالي أنا ما فيني يكون بلا فكر، وفكري هو فكر يسوع المسيح إذا أعطيت لي هذه النعمة التامة، وبالتالي أنا ما بكون طائفي. العلمانيين هني طائفيين لأن عم بيتهموني أنا الذي أسعى لخير الناس جميعا بحسب إيماني بيسوع المسيح، ما هيك؟ هن الجماعة اللي عم بيكفروني وعم بيقولوا لي أنت غلط وانت ما بيصير تمشي هيك، وعم بيبدلني بناء على شو؟ بناء على افكار ما نون طائفيه. دخلك بهالعلمانيه بهالايام اللي وصلتنا للي الله لا يسمعناش لو ان وصلنا فيها. هيدي الطائفيه العلمانيه، اكبر طائفيين
العلمانيون أكبر طائفيين في العالم حاليا. إذا العلماني بدون ما يدري بيكره المؤمن، العلماني بدون ما يدري بيكره المؤمن، بيبعده عن الوظائف إذا فيه يهينه، إذا فيه يعرقل له أعماله إلى آخره بحجة أنه هذا طائفي. ليش أنت ما صرت طائفي بهالطريقة هاي؟ العلماني اللي بيتعامل هيك مع المؤمنين وما بده يجرن لهون وياخدن لهون وياخدن معه ما صار طائفي. العلماني هو الأرثوذكسي، الأرثوذكسي الصميم هو العلماني، وغير هيك ما يبحثوا، ما يبحثوا بيكونوا غلطانين. الإنسان الأرثوذكسي هو العلماني على مستوى المعاملات، هو العلماني والحياة. شكرا سيدنا الأخ حنا تفضل. مساء الخير للجميع. الله يهويك سيدنا، يعطيك العافية. من وين لك حنا؟ الحميرة. لا بعرف، بس لشوف بدك تقول لي، بدك تقول لي واحد ولا واحد؟ لا نحن واحد. طيب سيدنا، قلت حضرتك انه البابا قري الدستور الايمان مثل ما نحن بنقري، يعني بدون زيادة والابن. نعم. وقلت كمان أو تراجعوا عن عقيدة الحبال بلا دنس أو ما لا لا ما بعرف إذا تراجعوا عن هاي، طول لي بالك، ما بعرف إذا تراجعوا عن هاي أو حطوا بنبيتاتهم. أنا ما حكيت عن الحبل بلا دنس، بس كنا ما نعدي. أنا عم أقول إنه أنا سامع هيك إنه هني صاروا كتير ما يعني ما كتير بيركزوا عليا. وعن عصمة البابا كمان سيدنا حكيت إنه في حد منه لجان استشارية كتير بتعطيه الرأي كرمال يحافظ على مصداقيته، أو وبتصغلوا الإعلان، مش بس بتعطيه الرأي وبتصغلوا الإعلان. نعم. السؤال سيدنا إنه كمان قلت حضرتك إنه اللجنة يلي عم بتحاور الأرثوذكسية الكاثوليكية وصلت لكتير محلات حلوة ومنيحة. إذا نعم. كل هول المشاكل الأساسية هن تقريبا ممكن ينحلوا أو انحلوا أو تغاضوا عنهم، نعم. شو المشكلة الباقية ولوين لوين وصلنا بالحوار، وشو المشكلة الباقية؟ المشكلة الباقية لحتى نجمعهم لها البنود بصفحة واحدة ونوقع عليها كلنا، تبهت كيف؟ بس. وعلى هيك بناء على هالمعطيات هاي، لما واحد كاثوليكي ماروني إلى آخره من الكنائس الذين يتلون دستور الإيمان، أنا بقول له فيه يتناول بعنا بالأبرشية، أنا عمري ما منعت لا كاثوليك ولا ماروني وإلى آخره، اللهم ما يكون مسؤول. إذا من الشعب ما بمنعه عن المناولة أبدا، إذا من الشعب، لأنه بعرف نحن لوين وصلنا. نعم، تبهت كيف؟ فالخطوات، وعلى هيك أنا برأيي عم تزداد المشاكل بين الكنائس، لهيك عم تزداد المشاكل، لأنه العالم عارف أنه اقترب المسيحيون من تفاهم الكامل والتام، فأشعل المشاكل، أشعل العالم، أشعل المشاكل. حلو. سيدنا معلش لأنه الأخ بعد سؤال مأخر، بس بدي أقول لك إيه الأخ طوني شيء أو شمعون من يعرف، بيقول هل الاعتماد في كنيسة مارونية معترف به من الكنيسة الأرثوذكسية صحيح أو يجب الاعتماد مجدداً؟ الاعتماد ولا العماد؟ هو كتب الاعتماد، يعني العماد واحد معمد سيدنا. أي نحن كل من يعترف بالثالوث الأقدس ويعمد بثلاث غطسات عمادته صحيح على اسم الآب والابن والروح القدس، عمادته صحيح. نعم، يحتاج فقط الميرون التثبيت في الكنيسة. نعم سيدنا. سيدنا في تعليقين اجوا هلا وصلوا، باحد الاخ روي بيقول ما معنى الارثوذكسي هو العلماني، وايضا سيدنا التاريخ واحد وليس تاريخين، ما بعرف شو عم يقصد به الموضوع الكلمة، عندك سيدنا انت رح تقدر تعرفها اكثر مني.
العلماني الأرثوذكسي هو العلماني، لأنه العلمانيين بيقولوا ينادون بالكرامة البشرية وحرية البشر وكمال الشخصية الإنسانية، ما هيك؟ نعم. في حدا ينادي بهذه الأشياء وحارب من شانها أكثر من الكنيسة الأرثوذكسية؟ ما يشوف علي إني أنا مربى دقن وما كتير مشطة منيح وإلى آخره، ما يشوف هيك، لا ما يشوف هيك، يشوف شو في جوا. العلمانية هي فكر وفعل مش مظهر، مش مظهر إنه أنا بكره الدين، أنا بكره إلى آخره. الأرثوذكسي لا يكره ولا يميز في المعاملات، كما يقول وذكرت الرسول بولس أحسنوا جميع بس جاكم المؤمن سيما المؤمن، بس أنا عم من عندي عم بترجع لا تنسوا المؤمنين أحسن لجميع بس لا تنسوا المؤمنين. ما بيصير بك مسؤول عندما طائفة يروح بيوزع مساعدة وخدمات آخره خارج المحتاج من المؤمنين ويتفاخر إنه هو مانو طائفي، ولك ما طيب على رأي ما بتقول لك الكنيسة لا تعمل وتشتغل للناس، بلا اشتغل لكل الناس، بس كمان هالمؤمنين اللي انت باسمه صرت خدمهم، خدمهم مت تحرمهم حقوقهم، ما هيك؟ ما بعرف في حدا بيقول لي لا لا كلامك انا مطرم، قولوا ايه سيدنا انت غلطان او معك حق. لا سيدنا كلامك لا، الارثوذكسي هو العلماني، الأرثوذكسي هو العلماني، لأن الأرثوذكسي لا يكفر ولا يرسل إلى جهنم ولا يرسل إلى الجنة. الأرثوذكسي صاحب مهمة يقوم بها والمكافأة من الله. أنا من أول الدنيا قلت له الحق، من أول ما صار الحديث، الإنسان الأرثوذكسي المسيحية هي ديانة الواجب والمكافأة من الله، يعني الله هو الذي يكافئ. نعم سيدي. لشان التاريخ واحد، يعني شو بيقصد التاريخ واحد؟ هو إذا عمل نتفي عمل مداخلة، إذا تاريخ العيد المقدس هل يكون تغيير في تاريخ القيامة إذا إننا نصلي؟ لا هذه كلها تذكارات، هذه كلها تذكارات أبدا، مش إذا مثل ما بيقولون لنا بيقوم المسيح الجمعة وجمعة الجاي كمان بيقوم مرة تاني، شو أنتوا بتتموا واحد بيقيم المسيح اليوم وبكرة بينزلوا بعدين بيصلبوا لك تعبتوه إلمتوه إلى آخره، هذه كلها تذكارات. نحن كل جمعة في عنا قيامة، وكل يوم في عنا تراتيل للقيامة، وكل فصل عنا للقيامة وللصلب، في شي يوم أربعة ما كان فيه للصلب ولا يوم جمعة ولا يوم سبت والقيامة كمان، ومن رد المبارك وأنت يا رب علمني حقوقك جمع الملائكة وغيره كله نعم. عندنا كله بي 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 صحيح له فترات وأزمنة متمايزة، ولكن في كتير من المرات بتتداخل مع بعض البعض، فالموضوع نعم. اليوم وبكرة وبعد بكرة هيدا تذكار، التاريخ ما هو واحد، لا هو لازم يكون واحد، لازم يكون واحد، لازم أن نعود إلى المجمع المسكوني الأول. نعم أبونا إلي عندك شيء سؤال لأنك شفتك رفع إيدك. نعم سيدنا، أنا من السؤال بالحقيقة بس بدي صادق أنت سألت إذا حدا في عنده معلومات أكثر من اللي وردتها. أستاذي اللي كان مشرف على أطروحة سيدني جريفيث هو أحد 13 شخص من جهة الكاثوليك بالحوار مع الأرثوذكس، هي اللجنة المسكونية يعني على صعيد الكاثوليك بالعالم، والأرثوذكس فيها 13 من كل طرف. بأحد الحدثين المؤخرة بيقول أنه معظم النقاط انحلت ومن ضمنها الانبساط من الإبن، انحلت النقطة الأصعب العلقة هي التطبيق العملي لأولوية البابا. ففي كتير مثل ما قلت التطبيق العملي، ولكن نعم. الاعتراف صار إنه ما نو
ما كان له حق لا كتابي ولا لترجي. صحيح. هذا التطبيق العملي بسبب مثل ما بتعرف سيدنا أنت مطران وحدة المال وحدة الأصل وحدة الكامل. فحدنا يتخلى عن مين بده يقبل مين. هذه التطبيقات هي أكثر أيوة. من اللاهوتية. فهذا المداخل شو اسمها؟ جريفيث قلم بالبياني وبالعربي كي شي 50 عمره اكثر عمره 70 73 هيك شيء سيدني جريفيث. نعم ما بعرف اذا حاطينه هو جديد. كاتب هو كاتب لا له زمان هلا تعب من الجامعه الكاثوليكيه هو كاتب ولا ولا, ولا انا الجديد انا الجديد معناتها انا الجديد هو كاتب كتاب الكنيسه تحت ظل القران وكتب الانجيل في العربي عمل بحث أنت الأنجيل ترجمت للعربي أول شيء من الأرثوذكس بالشرق الأوسط. المداخلة الثانية على سؤال الأخت لما وتصديقا لكلامك سيدنا هول اللا طائفيين هني بحد ذاتهم عندهم تسمية إذا أنت بتعرفهم بغير مثل ما هم بيسمون يعني في منهم كتير نون دينوميشنال يعني ما لهم تسمية معددة محددة بطائفة بس مثل ما قال سيدنا عندهم صفة رهيبة مشتركة بينهم كلهم رفض اللي عنده هوية هن بدهم يعيشوا بلا هوية مشان ما حدا يعيب على حدا بالخطيئة طالما عندهم رفض صار لهم هوية نعم وهن اعلنوا هوية باسمه سيدنا هن اسمهم اللا طائفيين هذه اللا طائفية هي عنوان الجماعة اللي بيشتغلوا تحت لواءها وهن دعوتهم لحتى يميعوا المجتمع لحتى ما يصير في مراقب الذات ولا تأنيب النفس على خطيئة بدهم الإنسان بلا هوية بس هن بيصروا أن هويتهم أنهم لا طائفيين وبالتالي تمسكهم بالهوية مثل تمسكنا نحن بالمبادئ الأرثوذكسية وبالخلاص مثل ما قال سيدنا واعتراف بخطايانا ونكون نحن عندنا مهمة ننفذها على الأرض نرفض الخطيئة ونتعلق بس حبيت أكد على كلامك مزبوط بالناحيتين وحبيت أعطي هالمعلومة من أحد أعضاء الحوار الكاثوليكي الأرثوذكسي شكرا ابونا الي شكرا سيدنا وصل لي سؤال من الاخ روجي طعمي من شدره انا ما بعرف سيدنا من يمكن من تقل عليك شوي لا اهلا وسهلا فيك وفي عندي استفسار كمان من الاخت ساندرا كرم حابه تعمل استفسار بسالك سؤال الاخ روجي طعمي من شدره بيقول سيدنا انا عندي سؤال كانسان مسيحي لماذا يحرم علينا في المشرق زياره بيت لحم كنيسه القيامه وهي بطريركيه وما بعرف تسعى لأجل مؤمنيها لكي تستطيع مسيحيو المشرق زيارة كنيسة القيامة في بيت اللحم عفوا يعني والبطريركية الانطاكية وسائر المشرق لماذا لا تسعى لأجل مؤمنيها لكي يستطيعوا زيارة كنيسة القيامة في بيت لحم يعني هذا سؤال عاطفي شوي سؤال في عاطفي تجاه الرب يسوع المسيح إلو المجد الذي قال مملكتي ليست من هذا العالم فكنيسة مار يعقوب وكنيسة مار الياس وكنيسة السيدة بشدرة هن ككنيسة بيت لحم لأن كنيسة بيت لحم ما ولد بها يسوع المسيح له المجد وكانت كنيسة يمكن هذه بنت على أيام يوستنيانوس الكبير ما هي كنيسة القيامة بنيت على أيام قسطنطين الكبير والدته هيلانة قديسة هيلانة وبالتالي نحن كل الكنائس حيث نرتل للرب يسوع المسيح ونؤمن بميلاده فنؤمن أن هناك بيت لحم وهناك القبر القيامة وكل هذه الأمور ولكن حلو التعلق العاطفي ولكن ألا يغلب على الحقيقة وهو أنه نحن في عنا شعب مظلوم هو الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ما فينا نروح على هذيك البلاد وما بتعرف كيف بيصير واحد بده يقيم علاقاته مع مين وكيف ولمين وإلى آخره تبعت كيف نحن بنلتزم وطنيا بقضايا شعوبنا على رجاء اسمعوني شوي على رجاء أنه تكون الشعوب اللي نحن قائمين معهم ملتزمين بقضايانا نحن المسيحيين على رجاء
تبعته كيف على رجاء. نعم سيدي. نحن على هيك ما منروح لهون يقول بابا شنودة يلي أجبر من الدولة تيروح على القدس، قال له لن أدخلها إلا أنا وشيخ الأزهر أو مع أخوة المسلمين. تبعت كيف نحن ناس نلتزم القضايا الوطنية وحقوق الشعوب، نحن مشتاقين نروح لنقبل مكان أقدام مطرح اللي داست أقدام الرب يسوع المسيح، مطرح اللي مش الرسل، مطرح اللي انصلب، مطرح اللي قام لحتى نتمرغ بطرابه. ولكن هناك قضايا تتأثر سلبا، عادلة، قضايا عادلة تتأثر سلبا بهذا الأمر. وإن شاء الله هاللي عم بدهم يصالحوا واللي صالحوا ما ينسونا نحن المسيحيين بالطريق، يركنونا على جنب وكأنه خلص اديتوا دوركم، روحوا الله معكم حاجتكم، برافو عليكم. تبعت كيف نصير نحن الغرب. إن شاء الله إن شاء الله، أنا ما عندي شك بعدالة الناس، ولكن أنا بتمنى هذا دعاء إلى الله. لهيك نحن كله ما منروح على أورشليم على القدس بهالفترة هاي، لأنه في ناس مظلومين، ونحن لن نذهب إلى حيث يتم الظلم ويعتبر عدل، وإلا ما بنكون على استقامة الرأي. المسيح راح إلى الموت وهدمه، لأنه هو ظلم، الموت ظلم للبشر، ما هيك؟ نعم نعم. شو السفر؟ سيدنا أنا أستعلى في عندي الحقيقة، الأخت ساندرا عندها توضيح، الأخت لما كدور كمان قدور بصة، تعرف شو البصة؟ جمرة، يعني جمرة. فبالتالي بدي روح يسأله شي واحد من الآباء المتقدسين، غيرة بيتك أكلتني، هدول اللي قادرين يقولوا لها الكلمة، أنا لها لسه ما فيني يقولها. نعم أبونا تبعت كيف، قلوا للأخ اللي سأل هالسؤال أنا ماني قادر جاوبه جواب شافي كافي، قاربه بشوية أمثلة إلى آخره، ولكن مش شافي ولا كافي، هيدا بده واحد عنده خبرة كيف بيكون الذي يجعل كهنته لهيب نار، خدامه لهيب نار. تبعت كيف. نعم. نعم. نعم سيدنا تفضلي أخت ساندرا، وبعد منا الأخت لما. تفضلي أخت ساندرا. بعد مرة اسمح لي أقول لك شكرا، أنا كتير سعيدة بجرأتك وصراحتك. استفساري بسيط، نحن دائما منقول أنه الإسلام هو دين دولة والمسيحية مش هيك، فهل نحن في شيء بإيماننا إذا بدي أقول بعقيدتنا بيمنعنا نفوت بقوانين دولة مدنية؟ هلا تعرف هيدي الإسلام دين دولة، بس إخواننا المسلمين عندهم روحانيات كتير بيقولوا هن عن حالهم دين دولة وآخرة، يعني دين دولة وسما، بينظم شؤونهم هون ويساعدهم ل الصعود الى السماوات، هيك هن بيقولوا عن حالهم، ما هيك. هلا كل واحد بيقرا شو بيقرا ما بعرف. نحن كمان ما بالعكس، نحن القضيه الدوله المدنيه اللهم تكون للكل وتكون دوله مدنيه، وتاسيس الدوله المدنيه بدها كثير من الثقافه ومن المحبه ومن التربية على أعوام وعقود طويلة. الدولة المدنية ما بتجي بين ليل وضحاها، يعني تخيلي هلأ بلبنان يصير في دولة مدنية بالمعنى المدني، هذه غير عند الأرثوذكس، ما في دولة مدنية، ما حي بيقبلها غير الأرثوذكس للدولة المدنية. سبحتي كيف، غير الأرثوذكس ما بيقبلوا بالدولة المدنية المدنية، مثل ما هو المنطقة العربية مقسمة طائفيا، فقط الأرثوذكس
قادرين يقولوا نحن مع الدولة المدنية، دولة الإمكانيات والمهارات والمواهب. إذا أنا غلطان حدا يقول لي. شو هذا بدي أقوله لسيدنا؟ أنا معك موافق سيدنا 100%، صدقني كلامك بالواقعنا هو هيك. في هون الأخت شو اسمه ما حط عندها ما حط الكف تبع الأسئلة. أخت ساندرا؟ لا، الدكتور جوزيف الخوري محل دكتور جوزيف. لا لا، شو اسمه؟ elenia.graim.mail.com دوت دوت مش دوت كوم، دوت كوم. إلينيا جرام. في عنا الأخت لما، تفضلي أخت لما، وجهي سؤالك لسيدنا كمان. بعتذر سيدنا، عندي سؤال تاني كنت ما سألته قبل. هل يعقل إنه بس يعني بس فقط المسيحي هو الذي يدخل الملكوت؟ يعني مثل ما بنعرف هلا الكرة الأرضية فيها كتير أديان ومعتقدات مختلفة، وما بيعرفوا شيء عن المسيحية والمعمودية ولا عن تجسد الله ولا الفداء ولا القيامة إلى آخره. يعني هل يعقل فقط إنه المسيحي هو الذي يدخل الملكوت ويخلص وباقي البشرية لا؟ إنه كمان مذكور بكذا آية بالكتاب المقدس. يعني أنا قلت هذا الحكي شيء، أنا قلت هذا الحكي إذا إن كان أحد لأيلك من الماء والروح لا من لم يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات. نعم، أن يرى ملكوت الله صح. نعم. يعني هل إنه الغير مسيحي يعني لا يدخل الملكوت؟ هي ما إنه تعقيبا على كلامك، بس إنه هو السؤال من عندي. أنا قلت لك أيضا من وبنفس الوقت في مسيحي، يعني في ناس بيخلوا لك، وهلق مطروحة هاي، المسيحيون بلا عماد، المسيحيون بلا عماد، إنه أنا مسيحي بس ما بدي أتعمد. هذا صحيح؟ هذا طالما عم بيقول ما عن حاله مسيحي وما بده يتعمد، ما له خلاص إلا ما بالنسبة لإلي، بس أنا ما بتدخل بإرادة الله. وبولس الرسول فتح الطريق، الرسول بولس فتح الطريق كيف هؤلاء الناس يخلصون، ما هيك؟ يعني تخيلي أنا أقول لهم للهنود سيدنا بس كمان بنفس الوقت في مسيحي، بس في كمان في مراتب بالملكوت، في مراتب بالملكوت، في شو بيسموها سمو عن سمو، نجم عن نجم، يختلف بلمعان. انتبهتي كيف؟ أنا بتمنى كل العالم يخلصوا وإلى معرفة الحق يقبلون، بتمنى كل العالم مثل ما قال ماكسيموس المعترف وأوريجينس الإسكندري، وبعتقد سمعان اللاهوتي وإسحاق السرياني، بتمنى كل العالم يخلص، وعند الله كله بده يخلص. أمين. الأخت ما بعرف إلينيا جرام، تتفضل رفع إيدها إذا كانت سيدة أو رجل، مين يعرف؟ بلا سيدي. لا أنا بس رفعت إيدي أنه موافقة على كلامك. إلينيا عجرة من الأشرفية، بس أنا رفعت الإيد لأنه موافقة على كلامك. ويسلم هاتم سيدنا. تسلمي إلينيا عجرم الأشرفية. بالنعم. تسلم، تذكرنا بصلواتك سيدنا. الله يقويكم، إن شاء الله الأمور تكون تحسنت عندكم شوي. هالكابوس اللي صاب هالمرفع ورحنا شفنا، وإن شاء الله يكون حدا بعدنا عم نعاني. إيش هلق لو العالم أرثوذكسي، لو العالم أرثوذكسي ما بيخلي يكون تعانوا كل هالمعاناة، بس لأنه العالم ما نو أرثوذكسي مهم يتلذذ العالم يتلذذ بآلام العالم،
العالم المانو أرثوذكسي يتلذذ بآلام العالم. سيدنا بالنسبة أبونا إلي بعت لك اسم الأب اللي كان مشرف، بعت لك إيه، بعت لك إيه أنا على الواتساب. طيب واضح. شكراً. سيدنا نحن تقريبا ما بقى عندنا أسئلة، يعني كان لقاء مثمر جدا وجريء مثل عطلك سيدنا، وشيء جميل جدا اللي طلعنا عليه اليوم. نحن بنشكرك في الدعاء في عندي عندي شغلة ما قلتها. تفضل. تدبير الإيمان، التدبير بالإيمان، يعني التقليد، التدبير بالتقليد كمان. نعم. هيدا بيكون محفوف بالمخاطر إذا ما كان عن وعي، يعني أحياناً مثل ما صار بحرب الأيقونات، سبب من أسباب الإمبراطور لاون الأرمني أو الإسافري اللي خلاه يعلن حرب الأيقونات إنه بعض الناس وصلوا إلى تأليه بعض الأماكن المقدسة والأيقونات، وخاصة اللي كان يصير عندها عجائب ونسبت إليها القوى الذاتية، تبعت كيف؟ فبالتالي الإنسان المسيحي المتمسك بالتقاليد، أنه التقاليد ما تصير هي التقليد، والتقليد هو بالضبط الإيمان. التقاليد بتتغير من محل لمحل، من مكان لآخر، تعبير عن الإيمان. ونحن عندنا بالكنيسة الأرثوذكسية وحتى بالكنيسة أيام الرسل وما بعد الرسل كان التعبير عن الليتورجيا بكل مدينة إلى قداس إلى أنفورا خاصة فيها، كل شعب، كل منطقة، كل أبرشية، حتى في كثير من القديسين عملوا أنفورات، غريغوريوس وباسيليوس ويوحنا وإفرام وغريغوريوس اللاهوتي وغريغوريوس الديالوغوس وغيرهم من الآباء الإسكندريين الإسكندرانيين والأرمن. فبالتالي بده يكونوا من بدنا ننتبه ما نلخبط ونعمل الجبه محل الكتاب المقدس او محل التجسد الالهي واهم، ولا ما بعرف بعض المظاهر والظهورات والى اخره. بدنا ننتبه هون، في خطر كتير كبير. صحيح. بس كان بدي اقول لهالشغله هي. برجع بكرر سيدنا نحن بنشكرك كتير. بطلب من المخرج يفتح الميكرو لأنه في كتير أحبة بدهم يشكروا سيدنا. نعمل لك دعاء سيدنا، هذا بركة لإلنا دعائك. وبذكركم الأسبوع الجاي الخميس الجاي الساعة 9 راح يكون عندنا لقاء مع سيدنا ديمتريوس شربك حول عيد البشارة، وكمان موضوع شيق بالصوم الكبير. تفضل حضرة المخرج طلع لنا الدعاء لسيدنا تنتبارك فيه. شكرا سيدنا، بركتكم. مساء الخير سيدنا، ان شاء الله صوم مبارك ومقدس يا رب للجميع، طول عمرك وان شاء الله ربنا بينور فكرك. شكرا على المحاضره القيمه. تسلم. شكرا سيدنا، عيونك سيدنا. شكرا ابونا الكامل، شكرا ابونا الكامل، الله يحييك ويعطيك عجائبك. بارك الله فيك.